يا منى تذكرت كنت وزوجك على حسابي تروحين تشوف امك في القاهره وش قال لكم كذا؟ يلا خلاص فكونا من البكاء ترى كنت اصيح انا وما كنت هذا يا بنتي انا ترى من النوعيه هذا اللي منى الله يجزاك خير يرحم والديك 26 سنة؟ اي والله 26 سنة. ولدرجة انها بغت تفقد بصرها من كثر البكاء على امها. تبكي هي على امها اللي ربتها، بعدين قالوا لها من امك ترى وعارفة مثل ما تشوف البنت يعني تحتاج جدا، لكن الحمد لله اول مرة اول مرة اشوفك تبكي.